على فكرة السامح أكتر واحد يتنصب عليه، ما تخلي ما تاخدش بالك، أكتر واحد يتنصب عليه ايوه حرام. يعني حكايتك إيه مع النصب؟ يعني عادة يعني واحد عايز ينصب بتاع يعمل له مش عارفة إيه، لا أنت بيتنصب عليك والله. بص يعني هو إزاي ده؟ كان يعني بصراحة، أه يعني أنا دلوقتي كنت لأ. ممكن أدخل شركة إنتاج أمضي على بياض، دلوقتي لأ، أمضي على رقم ومش هاخده يتنصب عليك برضه يعني، بس ايوه عشان بشياكة تبقى يعني. بكرامتك برضه زي لا مريم. بس إيه ده، أنت عرفته منين ده؟ واحنا قاعدين هنا احنا يعني برضه ولاد بلد وعارفين كل حاجه. إحنا إيه، كنت شغال في احكيلي. فترة ايوه من ضمن الشغل الكتير اللي الواحد اشتغله، بنعمل إشاربات وبنشتري تيشيرتات وبنبيعها وحاجات كده، محل ملابس يعني، بس الأساس بتاعه إشاربات وحاجات كده. المهم الراجل صاحب المحل ده، كل اللي شغالين معانا في المحل عرفوا إن الراجل ده نصاب، فابتدوا ياخدوا إيه أجورهم بضاعة، لأن بقالنا بتاع مثلا إيه شهر ولا بتاع ما خدناش إيه، المفروض نقبض كل يعني هو أسبوع بينصب يعني. هما بيسرقوا. فأنا مش مصدق إن هو نصاب، ودايما النصاب لازم يديكي انطباع ان هو طيب وجدع وكل حاجه، طبعا ودمهم خفيف معظمهم يعني. كوميديانات كوميديانات. فانا جيت في الاخر بعد ما خلاص كده، قمت كنت محوش فلوس، فقمت رايح قايل له وانا بعيط وصعبان عليا قوي الراجل، يا عيني ان الناس بيسرقوه وبتاع، اتاري هو سارقهم اكتر من السرقه اللي هو سرقها اصلا. اكتر واحد سرقنا. اكتر واحد اتسرق. رحت بقى اديت له اديت التحويشه. له بقى التحويشه بتاعتي وانا بعيط، لان انا مرهف في الحس، عبيط يعني. مرهف الحس يعني عبيط، وطيب برضو بيقولوا هيبقى عبيط. كنا بنصلي، هقول حرام لحضرتك والله. على حاجه، كنا بنصلي في مسجد في شبرا صلاه الجمعه، وبعد ما خلصنا فجي ناس قالوا ايه في صلاة جنازة محدش يمشي، فخلاص ماشي، ده يعني احنا بنتمنى الحاجات دي بناخد ثواب طبعا اكتر. ثواب. فحطوا الايه الخشبة، اهل المتوفي حطوا الخشبة كده، والامام اللي هو الخطيب بقى هو اللي هيئم. فقبل ما يئم قاموا ايه قالوا بس لو سمحت قبل ما نصلي عليه، الراجل ده كان عليه فلوس لينا واحنا مش مسامحين. مين دول اللي جايبينه؟ فابتدينا، طب يا اخوانا ده حقيقي ولا مسلسل لا ولا لا ايه؟ ده سامع بجد، ده بجد، بجد انا كنت موجود، كنت موجود. في شبرا. فابتدوا بقى كل اللي معاه ايه 50 قرش، جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه، لمينا لهم الايه كان 2000 جنيه من الجامع كله، خدوا ال 2000 جنيه، صلينا صلاة الجنازة. واللي جايين خدوا بقى، بقى ال 2000 مشوا، خدوا ال 2000. اقول بقى لحضرتك يا نهار جايين ابيض. يشيلوا بقى البتاع، ما فيش ميت اصلا. لا خدوا فلوس السلام عليكم مش لا مش معقول، الخشبه ما فيهاش ميت؟ ما فيهاش ميت. بس وهم دي مش راحوا انا فين؟ على فكره، مش انت لوحدك نصب عليه، ده كل الجامع، كل المصلين. كل المصلين. يا نهار ابيض. طب انت بقى اخواتك، انت عندك انتوا ثلاثة صح؟ احنا محمد ومحمود وبسمة وشيماء واحمد الله يرحمه، احنا خمسة. خمسة في اتنين شقة، اتنين وتلاتة من والدي، من والدك. اتنين انت ومين؟ وشيماء، انت وشيماء واحمد الله يرحمه. الله يرحمه. ده اخوك شقي اكل ده اللي توفى. علاقتك كانت ايه معاه وتفتكر له ايه؟ هو من يعني هم كانوا ايه من صغرهم، مش عايزه اصغر ولا اكبر، اخلي الحلقه تراجيدي شويه. لا بالعكس، هم كانوا احنا كنا يعني كانوا من صغرهم كانوا مسؤولين مني يعني، والدتي واحمد اخويا الله يرحمه وشيماء كانوا مسؤولين مني يعني، فكنت يعني انت راجل بدل بابا. كنت انا كان في انفصال وكده. ودي الفتره اللي خدت من مصر ناس كتيره قوي، اباط كتيره قوي كانوا بيسافروا العراق
وليبيا والسعوديه وبتاع عشان يرجعوا بمروحه وبغساله. أيوة. على حساب البيت. على حساب البيت. على حساب البيت ده مهم جدا.